انطلاقة موافقة أعزائي الجمهور والحضور الكريم، 16 من الجياد المهجنة الأصيلة من وسط الجياد، محاولات لخطف الصدارة لفرانك ستريت، نايف محمد يوسف، محمد الهجري ومتعب المري من الجهة الخارجي الداخلية، بيرسون بيوف الحسويد بن سويد العجمي واللوكاس دولزي، خطوة بخطوة والشعار لا حصار، راشد علي محمد الصعاق المري مالكا وفارسا في الوصف، الجواد رقم 4 بريزنبو في الترتيب الثالث ريجوين، والترتيب الرابع نشاهد شيغان ملك الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني والفارس البرتو سنة، خطوة بخطوة ولا حصار في صدارة الوصفة مع بيرزنبو، الترتيب الثالث وإعزاء دويد دينج المهندس أسامة عمر الدفع. محاولات للحاق ولكن مع لا حصار، تأهل وصدارة جميلة وقوية، محاولات للشجن ولكن لا حصار، لا حصار والأمتار الأخيرة. And the official results for the third race of the evening, the winner horse number 15, Lazard, owned by Mr. Rashid Ali, Mohammed Al-Sag Al-Mari, trained by Ali Al-Mari, ridden by the owner. Second horse number 10, Shajin, owned by Sheikh Faisal bin Hamad bin Jasma Al-Thani, trained by Mohammed Khalid Lahmed, ridden by Alberto Sana. Third horse number 9, Raging, owned and trained by Engineer Osama Omar Al-Dafa, ridden by Marco Casamento. Fourth horse number 2, Al Mutaz, owned by Muhammad Nasir Al Naimi, trained by Ahmed Gubaisi, ridden by Carlos Henrique. And in fifth place, horse number 7, Kinosh, owned and trained by Muhammad Nasir Rashid Ramzani, ridden by Barkash Arkhad. حلا في المركز الأول في الشوط الثالث للخيل المهجنة الأصيلة رقم 15 لا حصار، المالك السيد راشد علي السعاق المري، المدرب علي السعاق المري بقيادة الخيال راشد علي السعاق المري، ألف مبروك المركز الأول. المركز الثاني رقم 10 شجن، المالك الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن ثاني الثاني، المدرب محمد خالد الأحمد والخيال ألبرتو السنة. المركز الثالث رقم 9 ريتينجا، المالك والمدرب المهندس أسامة عمر الدفع والخيال ماركو كازامنتو. المركز الرابع رقم 2 المعتز، المالك السيد حمد ناصر النعيمي، المدرب أحمد قبيسي والخيال كارلوس هنريك. المركز الخامس رقم 7 كينوك، المالك السيد محمد ناصر النعيمي، المدرب محمد ناصر الرمزاني والخيال براكاش أكادي. ألف مبروك المراكز المتقدمة الأولى، وحظ أوفر للذين لم يحالفهم الحظ.